بالنسبة للمحرمات، ما حرمه الشرع، كم من الأمور مقطوع بها كالزنا وشرب الخمر وتحريم القمار وتحريم الربا وتحريم القتل وتحريم الظلم. وإلى ما يتبع ذلك من محرمات. وكم من أمور نهى عنها الأمور الباطنة هذه كالكذب والنفاق والنميمة والغرور والحسد والحقد وحب الدنيا وحب الجاه وحب المال، هذه أمور مقطوع بها. وكذلك من الأمور الحسنة الآداب والأخلاق من جهة الصبر والشكر والخوف والرجاء والمراقبة والتفكر والتوكل على الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى وذكر الموت. هذه أمور قطعيات، لو جاءت أمور متفرعة وأحاديث أحاد فهي تندرج تحت هذه المحاسن والقبائح، المنجيات والمهلكات، المحللات والمحرمات. فلا يجوز أن يأتي حديث ينهى عن الزنا أقول هذا حديث أحد، لأن معناه موجود، أو حديث ينهى عن الخمر، أو حديث ينهى عن القمار، أو حديث ينهى عن الأمور الذميمة، أو حديث يحث على مكارم الأخلاق. فكل هذه الأحاديث التي في الكتب وإن كانت من قبيل أحد لكن مندرجة تحت أصول، تجد قصة تتكلم عن الصبر، سردها فيه ضعف لكن تحث على الصبر. هل أقول لا أخذ بهذا المعنى؟ أقول سند الرواية ضعيف. يأتي حديث أحد سنده يتكلم عن النهي عن الغرور والكبر والعجب والحسد والحقد، أقول والله هذا من قبيل الأحد. أو يأتي حديث يحثني على الصبر والشكر والتفكر والأخلاق الحميدة، أقول هذا من قبيل الأحد لا أخذ به. ما هو مندرج تحت قطعيات، وهناك أصول وقواعد، وكل ما في هذه الكتب من أحاديث مندرج تحت هذه الأمور، المحرمات والمنجيات أو المهلكات أو المكارم أو المحاسن أو القباح تحت هذه المعاني. هناك أمور مشتبهة كما قال النبي لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أمور اختلفت عليها الأمة، وضع لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن عالما كيف تخرج من هذه الأمور، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.